السلام عليكم. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ محمد حسن من البصرة، ممكن أتكلم مع الشيخ؟ أنت مع الشيخ على الهواء مباشرة، تفضل. محمد حسن من البصرة، تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شيخنا، بالنسبة للطرح اليوم اللي قدمته، عندي فد استفسار. يعني دائما أشوف الفرقة الذكرية دائما يحبون القتل والسيف والعظمون وفارس، ومن حتى بأحاديثهم مثل يعني أبعد عن الخيال، يعني ما تصدق ما تصدق. يعني هذا رأيت في التوضيح، يعني ليش كذا دائما؟ يعني حتى يحبون قطع الرقاب وأشياء يعني غريبة غريبة، والدم يعني تقدر نقول يعني أخوي محمد، نقدر نقول القصص البوليسية. بالضبط بالضبط يا أخي عبد الله. ما يعني وبعد عندي تعقيب ثاني بالنسبة للشيخ، إذا قلنا لا تهتم هاي الجنسية الكويتية، ترى هاي الدنيا احنا ان شاء الله جنسيتنا دولة الإمام المهدي، يعني هاي كلها هيك دنيا. انا الجنسية تطلع من الإمام المهدي عجل الله تعالى وفرجه، هاي الدراسة اللي نحتاج فيها، ولا باقي الدراسة كلها هيك عشان جو مدارسك هاي الدراسة. وسلامي مرة ثانية، وان شاء الله اشوفكم بخير مرة ثانية، واشوفكم البصرة. حياك الله، مع السلامة. مع السلامة. يلا البصرة. راح نجاوب على صاحب الجنسية، نشوف انك مهتم. متى رايتموني؟ تذكر لما سحبوا الجنسية ايش قلت لك؟ انا اقول هذا شيخك مستانس. بس انت على البي بي سي قلت انا لاني فرحان ولا اني مستانس، احسن شيء. لا يعني اصلا ما اهتميت بالموضوع، بل على العكس. يعني لو كان الاخ الكريم تابع الاحداث التي وقعت قبيل سحب الجنسية، يعني بايام، يعني قبل ما تسحب بايام، أنا صرحت لإحدى الصحف في الكويت ونشروا التصريح على صدر الصفحة الأولى، يعني أنه أنا إذا كان نزع فتيل التوتر و يعني الاحتقان الموجود الآن بسحب جنسيتي فليسحبوها، يعني ما عندي مشكلة أبدا أبدا. الحمد لله ما أهتم يعني بالقضايا الرسمية، ما أهتم.